أستاذ رشيد الأزرق وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مذكرة للوكلاء العامين للملك في المحاكم الإدائية ومحاكم الاستئناف من أجل الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، واعتبر أن القيد في اللوائح الانتخابية له أهمية كبرى باعتباره هو الذي يسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية. ورغم المراجعات السنوية التي دأبت عليها وزارة الداخلية في انتظار فتح التسجيل أمام الشباب البالغين سنة التصويت وإمكانية تنقيل تسجيل المواطنين، إلا أن كانت دعوات دائمة لتنقية اللوائح الانتخابية، وإذا هنا خطوة ملموسة في هذا الإطار. بداية فإن نزاهة العملية الانتخابية تبتدئ ما قبل الانتخابات إلى عملية الفرز، ومعلوم أن توجيه يعني بأن هناك إشراف قضائي على العملية الانتخابية خاصة بعد استقلالية النيابة العامة، وبالتالي هذه ضمانة من ضمانات نزاهة الانتخابات، خاصة أن الانتخابات في المغرب شكلنا خطوة هامة جدا على اعتبار بأن الانتخابات قامت في أوانها، لأن دورية الانتخابات هو مبدأ مقدس في الانتخابات وفي النظام الديمقراطي، ولعل هذا التوجيه هو إشارة واضحة من ملك البلاد الحامي الخيار الديمقراطي على ضرورة الحرص أن تكون الانتخابات الحالية انتخابات حرة ونزيهة لها جميع الضمانات للمنافسة بين الأحزاب السياسية ولضمان حرية اختيار الناخبين والناخبات، ليكون هذه الانتخابات هي ترجمة لإرادة المواطنين والمواطنات لمن يمثلهم، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تمثل اختيار هؤلاء المواطنين والمواطنات. وبالطبع فإن عملية القيد في اللوائح الانتخابية التي تحدد الكتلة الانتخابية التي بمقدورها التعبير عن هذه الاختيارات.